إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأنت سيتشني نوعي كنتن يا صديحات المؤتلف والمختلف تاسو أهايين كلمات اسكوسي أقران لكن سيكال الدوان لو بواقع يمرك اللاقينا بابد عام يمد خاصة أي كالالاهايين بابد كي خاص كي ينكو جرني أولوالا كتاب صحيحين كي يموضع الفاظ قصو أرورتين لوغا هدلاي بانسو قرني عبيد وري وحان اسو مرني أبو عبيد وحان ضماهين كما بنانا وليبا وانا عام بابد كاسو وحان كلو سو قابلني عبيدتو أبو عبيدة أصغو وحان ربا كنياء وحن ضماهن كما بنانين وحن كلا سوقا لما عبيدة او اه مغع بابيد اسكالها خاصة افرماهن انت كرتو انت والقداي لباباس غور مركا هاو تعميسة ادن بيدي هذا عبيد بغير هائن وي وانا مغع صدح ذا كتاب مركا كوارك مركا عبيد كله بالضم وي بدون استثناء أيضا وحبا لك سوريين صحيحين كي يموضع وحي كو قرآن عبيد وضمان تيس وضم عبادة بالضم أيو أهابي عبادة كله بالضم أيو أهابي إيا وتخفيف الموحدة وحويا عين تقول لقدو إيا بعض أول نشيدين عبادة إلا محمد إن عبادة ما هاني شيخ البخاري بخاري شيخي صحا فبالفضح أيو أهابي لما نوحي أدركته عبادة عين تنوال لقد بابا نشدك لغا إرالية عبادة لرمارك لغا الرئيبة محمد إني عبادة أصغوا بالفضح وشيخ البخاري محمد ابن عبادة الواسدي مارك عبادة للي أصغر عبدة كله بإسكان الموحدة عبدة من أنتس بعض السكون الله صارا لبمرك الله قريبه عبدة كله بإسكان الموحدة بعض الله سكوني الله رب الله إلا عامر ابن عبدة وبجال ابن عبدة لبمرك مرك الله قريبه فبالفتح والإسكان أيها هذين وهو ذكرت عبدة عامر بن عبدة يا عامر بن عبدة لبدا هو بواب كرتا لبدا هو كو بنايه لبدا هو كو بنايه او وحي يعني انا ترى عامر بن عبدة البجلي الكوفي يا انا ترى بجال ابن عبدة انا عبدة التميمي البصري التابعي فبالفتح يا هين ان بعض الفتح عبدة ليرى يوال اسكاني الا ريرو ليرى عبدة عباد كله بالفتح والتشديد عباد لما انت صدح الكتاب نشد كو عرقتو عينتنا وفتح سنتهاي باونا واشدانتهاي عباد إلا قيس ابن عبادة إلا قيس ابن عباد ما هني قيس ابن عباد بالضم والتخفيف أيها هذي قيس ابن عباد القيسي الضبعي البصري عقيل كله بالفتح أيها هذي عقيل صدح الكتاب وحاتكو أردت عقيل كله بالفتح أيها أي بفتح العين وكسر القاف إلا عقيل ابن خالد ما هنه عقيل ابن خالد وهو عقيل كاسنا الراوي وامدك وكوري عن الزهري غير منصوب حول عميد الله نسبين وحاكو أركي كرتاسو وقرن
عقيل ابن خالد ولا نسوي أبيس اللي تري مرض أبيس اللي تري وغوشة إن خالد إنه يهي عقيل عبد الله وحدي أكر تزور يسوى كورا إلا إلى هذا عقيل عن الزهري وعن أبيس اللي تري أيضا مركز عقيل عبد الله عقيل عبد الله إيوه يحيى ابن عقيل يحيى ابن عقيل الخزاعي البصري إيا قبيلة غير بني عقيل وبني عقيل قبيلة غير بني عقيل مشوركا فبطم يصبح راسو أهادين وحوين عقيل ابن خالد يحيى ابن عقيل إيا قبيلة غير بني عقيل صبح راسو أضم عينت والبراء انت كلا عقيل اللراء صبح راكتاب واقد كله بالقافي واري الوافد صدح لك كتاب كما صرنا غير كل واقل سبيا الوافد لكن صدح لك كتاب واقد كلمة أساس أقرى قافة أخرينه الوافد فأو ما هو أخرين لكن كتب تكلوا على ذهلا الأنصاب من هذا النوع هذا وحان هل كانوا كجرين نسبوي أو أيجنا مختلف مختلفة سكوسية أقرين وانا كالدويه كلمة اسكوسية اقرانتا ولما اسكوسية والله مرد واقع لكن محا كالدويه وحا كالدويه ماشاء الله نسبين عيو وايا هاي اوهيري ان الايلة مايا تان وحن ربا كلمة اسكوسية اقرانتا سيد الله مرد واقع صدح لك تان وحويان وضابطك اوقاس كهوي بابد كاس خاص كاو صدح ذا كتاب كلمة داس نسبرة وصوأر ارتساب وضواق لهذه اسكوسي ما قرنا اسكوسي الله وضواق ما اسكوسي وقريهين او لم يؤتلف وانا مختلف اسكوسي الله وضواق ما سيدو دي واي ولي واحد كنتنا المؤتلف والمختلف الايلي كله بفتح الهمسة ايو اهابي ايلي الايلي وعن نسبة إلى أيلة وقرية وبضع سكوت الله أيلة الأيل كله بفتح الهمسة وإسكار المثنات وهمسة أولا فتحيه يأبى أولا سكوني أيل الأيل وح استثناء مرسة تحت كتاب من الدين لتشوه وح الله قال لنا الأبوني الأبوني صدح ذا كتاب كما سكنا marka taas waxa la rabaa inaad ka soo xareysan kaaga ekaan al ubuli al bazaz waxa isku si qoran bazaz iyo bazaa labadaas isku si qoran bazaz waqafka qarka gaba wa nisbu bazarna waqafka xuburta ama miraha gaba wa nisbu labaduba marka wuxuu yiri al bazaz bizayni ayaa la akhriyay al bazaz كله بزايين ميت كستو كوسو كان صدح ذا كتاب لبزاد واقلنا بزاز مركا لغر يبو إلا خلف ابن هشام البزار ساقا وراء يا والحسن ابن الصباح فآقرهما راء لبداس وراء لبداس وراء وعيقا وحويا بزار وي مركا البزاز كله بزايين إلا خلف ابن هشام البزار وشيخ مسلم يا والحسن بن صباح البزار وشيخ البخاري فآخرهما راء ويه البصري كله بالباء أيوة هذا بصري بصري وحا أقول لك إلى لنا والنصر بصري وحا أقول ويسكسيه قريهين والنصر لماذا أسأل لك إلى علينا البصري كله بالباء أيها مفتوحة حالي تهي بعض مدل فتحي البصري ومكسورة حالي تهي البصري والكسر أفصح وحانا فصاحة بضان إلا كسر يوم مركة مجالة بصر الله نسبينا إلا إرادو البصري ساسا فصاحة بضان وحانا فتحي كرتا شاريحنا وقودك ونسبة وتيرين لو تيرين إلى البصرة مجال هذا البصرة إلا مالك بن أوس ابن حدثان ما هني إلا مالك ابن أوس ابن حدثان النصري سقى وانون ويتابع مخطرا سحاب ميه مسماها نبل إسكوها استابا
مالك ابن أوس ابن حدثان صروى النصري إيه البصري دي ميت إيه عبد الواحد النصري عبد الواحد ابن عبد الله النصري أصنع ونون عبد الواحد ابن عبد الله النصري ونون أصنع إيه وصالما مولى النصريين فبالنون يصدح راس وهذين الثوري كله بالمثلثة ثوري ماشي كورة الثوري وحقوقك والله إلى لنا وحي تاي التوزي التوزي سكوسية يقرأيهين إيه الثوري مركزه كوير الثوري كله بالمثلثة دمان سأيو أهاضي إلا أبا يعلم ما هني محمد بن صلتي التوزي فبالمثنات فوق وحصق وهذا تا أو كر لبعض بعض كله إيوه وتشديد الواو توزي واو داس أو المفتوحة أو لكر دقي إيوه وبزاي مارك أنت كلوا الثوري الجرير الجريري جرير يا حريري اسكوسي وقران وحالك لا إلى لنا مارك والله وضعس حريري جريري اسكوسي وقري الجريري كله بضم الجيم صدح ذا كتاب مارك أتكو أركت جريري دمان جيم تولى قد جريري ألي جيم نوال آخرنا إيا وفتح الرأي مصقر وي مصقر لنسبي وي إلا يحيى النبس إلا يحيى ابن بشر ماهني شيخهما أو بخاري يا مسلم لبضا بالشيخ وا فبالحاء المفتوحة صقا حاء لفتحي وحرير يا ذلي ذمر يحيى ابن بشري الحريري أذبه ماشى أصحابا وهم يا كتر ويرى لبضا الشيخ بخاري يا مسلم الشيخ ويا هاي شارحة ينين برا روتينا يا حافظ العراق وخيري هذا كان ابن صلاح أصل كإسكالي أو لبضا وإنو الشيخ ويا هاي هنا كرة عصاب صاحب المشارق القاضي عياض وي يا صاحب التقييد المهمل يا حاكم يو لكن وحاس ونوحي ولم يصنع شيء كل قط وحمصوبين ما وهميين إنما أخرج الله مسلم وحده مسلم بحديث يسوع صاري أما مثك شيخ البخاري ولا يريح ابن بشري لكن لما يريه الحريري وحلا يريه البلخي البلخي اللي رده مركا حوغا يحيى بن بشر قياس كتر سمعي علم الله كاس وحا لرى بخاري الشيخي سا البلخي وهما رجلان مختلف البلدتي والوفاة مركا واللبن او مقالة اهان يا وقت غير ننتين بك لدوينهين الحارثي الحارثي وحا لغا سوحي او حوغا ادو ادنا وما اكي الجاري الجاريوم لما بحروف إكا لكن واحد يسكت لو واحد تي الحارثي هذا يجيم كسكسي أقري رأنا وكوضة دم بيضة لكن جاري مركل اللي يريد رأضة يأم اسمه واسكو حكتا لكن حارث يأذى يرأضة صعبة وضحي دم هو قال فرق يوضحي لكن ويسكو لويهن كليه وعلى ربائنا هذا الاسمين أمل لو وهميو هدو مركل ركتو الجاري من لون نسبين اي ماشي لي رجال جاء الجار وعمل مقاله المدينه ودوه بض حيبته كو تالو دكت ما مقاله غديهده اي ما ماركا ماشاس او دكت داس او قديمه ماشاس ايا لي رده الجار ماركا سيقفك لون نسبين لي رده الجاري ماركا لبداس كلا الهالي وكو كير الحارثي كله بالحاء لما صدح ذا كتاب حقوي الحارثي وده حق يوال مثلثة ص وصدح بالعضل وأوضح إذا رأى ذا يأذي وفيهما لكن بخاري مسلم وحاكوس كان سعد الجاري وحاكوس كان سعد الجاري وحوى مولى عمر بن الخطاب وأنا بوالدي مسؤول كوغاها جاردان ماشي لدى الجار وانيك مسؤول كواها ومولى عمر بن الخطاب مركز سعد الجاري بالجيم وصقوها الحرامي انا هل كان نوغ قران انا قران الحرامي مركز وحا لغا الى لنا الحزامي تاسيف او اكاتا لكن وراكو جيري وحيا
الحرامي كله بالرئيس نسخه كو قرن ولي طبعا محقق ويه وطبعا او وين دار من هاجي اي سو صارين لكن والوهم يا وحويان خطا ويا الحرامي طبعا محقق به ارضنا انت بلنا هي ستان ودار سمان وعكسه عن الحزامي الحزامي كله بزاي هذا صدح ذا كتاب كو أركتو حزامي هو قن حرامي إدمان وزاي وزاي هذا نوع كسر سنت سداس أنا سوابك سداس أو نسخة داس كو سوغان أو وحوى يندارو سمانا دابا عضي كاسا صحيحي هذا الكسوابك وكاس والحزامي محايا لي كتاب كان إرشاد كان لغسو ابتساري إرشاد كان واحد أصل الله مقدمة ابن صلاح مقدمة ابن صلاح أيضا محقق أيضا الله الحزامي أنا كنت شبه أهي سيدو كالاتو شرحا أو تقريب أو كل شرحي سخاوي الحزامي كله بكسر المهملة وبزاي المنقوضة أكسر حزامي نمان وحزامي أو هذا الله كسرنا زي ذا نبيع الله أنا كنت ساسا كسر مركا الحرامي وخضع وان الحزامي كله بزاي وان نمان صدح ذا كتاب حزام هروح نصو أرقمي حداد أرقتو حرام أنصار هدوية حرام أكو أخينا هذا قريش تهين حدو أخينا حزام هروح نصو سوق هذا مركا تن وان نسمو الحزامي وينوح كسر عن صدح ذا كتاب وير وقوله وير إمام النووي وقوله هذا الكيس وير في مسلم صحيح المسلم كان في حديث أبي اليسر كان لي على فلان فلان إن هبل هبل الحرامي وحا يقسمنا ماله ساسوها حديث فأتيت أهله مركا الحرامي اللفظ قاسا كتيره قيل وحل رب الرأي الحرامي ولي وقيل وحل بزاي الحزامي وقيل وحل الجذامي بالجيم والذالي لفت قد صدق صدح ذا صلى الله عليه وسلم السلامي السلامي في الأنصار حاله هذا بفتحها فتح اللام لام طول كرده إيا سنتا أيها هذا بني سلمة بني سلمة مركا لنسبين أيو سلمي ألالي لامتا والا فتحنا والا فتحنا مانا أهانا يذا كليه وقاعدة كليه ثلاثي مكسور العين كا مركا لنسبين أيو لامتا والا فتحي عين تا والا فتحي نمان ثلاثي أو مكسور العين كا مركا لنسبين أيو عين تا والا فتحي سلمة سوماهان سلمي ألالي نمير محالة داي نمري ملكنا بقرا على ذي ملكي ساسا لي هذا اركوا قاعدة كلية وهي السلمي في الأنصار أنصار حالها هذي وبني سلمة مركيهين بفتحها لم تلقى لقوا هذي ويجوز وحكوبنا في لقية لقيري لقير كسر لامي أولي رب سلمي ابن صلاح سبحانه واللحن وقاعدة ناس جودو كوكايستي لكن إمام نووي يقول لي ما هو لقيرو شرته سلمي إلا لقيرو شرته وبضم سين أيوة هذا في سليم هذي وحال نسبين أيهين بني سليم سليم هذي يهين سيدي إلى الله نسبين يا سلام وحال إلى هذا سلمي أو سين تنوال فتحية لام تنا سين تنوال ضمية لام تنوال فتحية سليم مركلا نسبينا سلمي إلى هذا يا ذا نوال الجوية وفعيل إيو فعيل الله بدا بيأذى والب ويا مركا لنسبينا فعيل إيو فع إيو وحوين إيو فعيل الله بدا فعيل إيو فعيل فعيل إيو يأذى والب جويا الحمداني واللفظ وجود بيجي الحمداني كله الله بدا كتاب إيو موضع الله بدا صحيحين كه إيو موضع
كله بالإسكان هذا مين تين لسكونيو إيه والمهملة دال عن دمع الهين هران أصو أرقناي همدان مركل إرادة ونسبة إلى القبيلة اليمنية وانا صدا كبران صحابة تابعيالك أطباع التابعين ما بلقيه ليو أيضا المقالة اللي نسبينا صحابة إيه التابعيالك ما بلقيه لبا قبيل كالله نسبيا انت كجرت وانا ميمتنا وافت ميمتنا وسكون سنتهاي وانا الدال عن دبيع الحين الهمداني وقبيلة داس ايه اللي نسبي لكن الهمداني وميمتنا لفتحيو ذال دبيع لنا لقد نقول مقالة داس ايران كتا لله نسبيا تتكتن بي كجرت كالرواد البخاري المسلم يكون جرت مرك وتتكتن بي كو بلانت شرحه وحن نقول يلاك كلمة دوجود ضم بيضاء قال ابن صلاح هو كلام كأسل كي صلاها وعيري هذه الجملة وقاعان لق أنكسر قاعد الناي المختلف والمختلف حاجة جملة وي لو رحلت ضاربو فيها انت يرتاه المختلف والمختلف هذه أرض وأحرق صلاها وودن فوق وصف لها لكانت رحلة رابحة تصفر وحريستو مدمق ناضو انتان هدى عن صوقا ظنيو المتلف والمختلف انتا صدو صبر لها وقل نقالها أرضي آد سوف إذي استي ولديه كرو الرحلة سوى رحلة آد الوفا إذي ويحق على الحديثي طبك أهل الحديث كحديث كشغلانا وحا لازم كوا إيداعها في سويداء قلبي إنو حفظيو اللازم كوا النوع الرابع والخمسون المتفق والمفترق نوع كنتون يا أفريا والمتفق والمفترق كان مركفيري كان لفظيقا سيدو او قرانيا هاي إيه سيد اللغة واقع واسكمت لكن مسميه يأكل الدوين مسميه يأكل الدوين وغوكويري هو نوع متفق وامدس وافقسان خطا قرال أهان واللفظا إيه نواق أهان لبدا واسكوافقسين افترقت مسمياته لكن محاكلة تقسان مقعان ذات اللغة مقعابة مركز وكالي مركز أدوحة أقطر لبقف واسكو مقع والله اسكو ما قاعد الله بده واقع وأنا الله بقفه كله دوين هديات هالقف وفهمت ليش أصلاً نبوين كإيماني ولي ما وحى أدرو سيدران تاي هدي اسكو وقت نيجي اسكو علومارا قبلنا أي وحكة ولا قاتين أردنا قبلنا أي وحكة ولا قاتين مركز هو كله تو كلا صاري دو دو وأدرك تاي مركز هو نوع عن متفق والله في اسوا فقسان خطاً حق قرالك يا ولفتاً حق الطواق سيد الله أقرنا وللخطيب وحا أبوسنا فيه نوع عن كتاب نفيس كتاب آد قيمة بضان وهو نوع عن أقسام قيبوية الأول قسم قوبوها الرئية من ضدوي اتفق ضيس وافق ضي أسماؤهم مقعيال كود إيا وأسماء آبائهم آبيال كود مقعيدود أيها إيا آبيال كود ويسوافقين كالخليل بن أحمد وي هم ستة ليح قال را خليل بن احمد ميد والله خليل بن احمد قال له ميد ضعيف ميد ثقاء ان كلا سرت له هذا وهذا خليل بن احمد كي ميد انا هين او فهمت ميد وحا ويان قلبا كيمانا هذا ونا سامين كو يلا ان حكم كحديثك اولهم كانوا جوهر يا شيخ سيبا ويه وي وعشيق النحو ذا شيق سي وانا منك علمي عروضك وحا ويان اسقو بالله خليل بن أحمد ولم يسمى فإذا كانوا شيئا ولم يسمى اللغم مقعابين أحد قف أحمد دا أحمد اللغم مقعابين بعد نبينا النبي إن كقضى صلى الله عليه وسلم قبل أبي الخليل خليل أبيس كهو هذا أو كان خليل كان أسيب ويه الشيء قيسة قف خليل كاس أبيس قف كهو رأي أحمد اللغم بحيب ما بقى كدب صلى الله عليه وسلم معني إذا محن قنا هل سحابي أحمد ليرة متشروه؟ صار سمعنا قنا سحابة كمتشر قف أحمد ليرة كمتشر مركا
خليل بن احمد ابي سوور يقف احمد وغمر عبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني خليل بن احمد كلابيا ابو بشر المزني البصري ابو بشر ابو بشر المزني البصري اصلا واحد على رضا خليل بن احمد ابو البشر المزني البصري. الثالث متك صدحية اسبهاني وي بقال هذا اسبهان اللون اسمي لكن متك صدحية ابن صلاح روحه الى اسبهاني ويو واحد على خليل بن احمد الاسبهاني روح ابن عباده وحكوريا لكن وقيري حافظ العراقي شرحنا وينين لقاه هذا كان ابن صلاح وحوه ريي ابن الجوسي ابو الفضل الهروي وانا وهمي واي ان اسبهاني كان لم يرهد خليل بن احمد لم يرهد اي وحل خليل بن محمد وحانا كوغو فلان علمدي غير اسبهان التاريخ اي الطبقات كاسبهان وحكا قرين خليل بن محمد يكون مقعابين تصالنا شارحة وكما وصوقات أبو الشيخ ابن حيان طبقات الأسبهانيين وحكومة على خليل بن محمد سيداك أبو النعيم في طريق أسبهان أصنا سيدا سوكر وكما عابي مركا متكا صدحات ووهمي إن ليرا خليل بن أحمد إيوا خليل بن محمد الصغوة وهمي مركا الرابع متكا فريو خليل بن أحمد ليرا وخليل بن أحمد أبو سعيد السجسي القاضي الحنفي وقاضيك كأها مقالة السمرقندة وحنفك ابن خزيمة يوح كوريا الخامس متك شنايون لرضا خليل بن أحمد أبو سعيد البستي القاضي أصنع روى عنه البيهقي بيهقي أيا وح كوريا وانين ضمب السادس متك اللي أصنع أبو سعيد البستي لرفيري وحي وداقان مقع مقع أبها كنيضا نسبضا أفر تاسي وداقا لبضان دمب فيه لبضان دمب كان دمبنا وحل خليل بن أحمد أبو سعيد البستي الشافعي روى عنه وحا وحكوريا أبو العباس العدري وليبا الصغن وحو وحكوريا أبي حامد الاسفرايين متكهرنا أبو سعيد البستي كي كوري أبو سعيد السيسي وحكوريا مركا حوغا على مراس اد وحلوغو كلا قرتوه الثاني قسمي غلبية واقسام تكمدة من اتفقد وادده يسوافقد اسماءهم واسماء ابائهم واجدادهم مقعو دي مقع ابو دي مقع ووبي وسوافقسين وانا ضد كلا الدوين وادد كلا الدوين كواسو حدنا اسكو وقت النقضة اما اسكو علماء وحكا قاطة أما أرددوا ديقار كميدوس كمين نقطوي أذاك تيسيد اللغو كلا سارو تصال وحو يوحو يريك كأحمد ابن جعفر ابن حمدان وكلويهم أربعة أفر أيام صدح راس مقاح سلو ذاكتن أحمد ابن جعفر ابن حمدان هم أربعة وأفر كلهم وليبا وحا كسيد دران أفر تودو شيخ عبد الله اللي رايح كوريان عبد الله قاسم اسمه عبد الله يا ميدو والبا وحكا ورينا عبد الله يقول اسمه عبد الله ما صدح مقع ايجي يا اسلالي شيقين مقعي ايو وداقا اسكو شيقنا وليبا ما ومركا اد لوغو في رسادو الربا كلهم دمين تود يروون وحي وحكا وريان عمان قف يسمى له مقع عبد الله حدنا عرنتا كلاتو الشناط وفي عصر واحد اسكو وقتنا وان نهولايين اسكو وقتنا وان نهولايين وليبا أحدهم أفر تمد كمدة القضيعي قضيع ومال أو بغداد كمدة ويان وقال هذا بغداد مال كمدة القضيع وعلى رأى أبو بكر وعلى رأى أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القضيع نسبة صلى الله لكن عبد الله بن وحكوري وين فانته وحكوري عن عبد الله بن أحمد بن حنبل مسند كي يقير كيس وكوري سرعة صدقوا فهمي وعبد الله وكوري إنه يا عبد الله ابن إمام أحمد هي النسبة القضيعة أتكسو عيدا الثاني متكلم بيولي أحمد بن جعفر بن حمدان السقطي سقطك
ونسبة إلى بيع السقط وهي الأشياء الخصيصة وحيالها آد اللي تصيد كوش إيه على شيء حيالها سليت آل را سقط طفك وحيالها يركا كل كوش إيه إرفضه إيه على شيء وحاس قفك قضى يالي را سقط وقضى مركا ونسبة إلى بيع السقط دي مركا كلمات نسبة راسد كوسوحي أحمد بن جعفر ابن حمدان السقطي كن يضان وليبا وكلام كي كوري أو بكر عسنا ليرا شيق ليرا عبد الله هنا وحبو كورينا اسكو عبد الله هنا ما كان مركا وحو كوري عن عبد الله بن أحمد الدورقي ومقال هذا فارس كو طال اللون اسبي الثالث متك صديح هذا ليرا أحمد بن جعفر ابن حمدان الدين ورد الدين وري مقال هذا اللون اسبي الدين وري الدين وري نسبة عصا مركز نات كسوة إذا عبد الله وحكوريانا وعبد الله بن محمد ابن السنان أيوة حكورية الراوي عن عبد الله بن محمد ابن السنان الرابع متكافرية الدرسوسيوي وأحمد بن جعفر ابن حمدان الدرسوسي مال تركيا كتالوي درسوسكو وهو حكورية عن عبد الله بن جابر الدرسوسي أيوة كورية وعترى ومن ذلك كواس أو مقع يكن آباء يكن أوه وذاقة وحاكم ذوي ومن ذلك وحاكم ذا كواس صدح ذا وذاقة محمد بن يعقوب ابن يوسف أن يصابور اثنان واللب لما ذو مرك في عصر واسكو وقت روى عنهم الحاكم حاكمنا لما ذو وحو كورية مرك وحي وذاقة صدح مقع وحي وداغان نسبتي وحي وداغان ان حال وليبا ارضدي اي قار اسكا ميد كيهينود حاكم لبدا واخ كوري لبدودا ماركا ميد كميدا احد ما ميدكود ابو العباس كيدا اسد كو غراني الاصم ابو العباس الاصم اصم و دغولي وا واخ وين رحلدي يا خريسغي علمي ماركا دنا و دغا بيلاي ماركا لوغما دول اخري جن حديثا وا لغا دغيسن جير سغا اخرا لا دي سغا لوغ دول اخري ما مقلاي دي حتى الضمير تواقم مقل جرينال حريسي يا نباطبي او طالب علمي لماذا كسو قارتو دقاقو بيلا مركي ضمبي مركو رمد دقال عين وثاني ميت كلمي يعني ابو عبد الله ابن الاخرم والحافظ ميت كان ضمي مركا ميت كوري ومسند هذا وحلوغو وريجري لكن حافظ لما يريد ميت كان ضمي مركا حافظ سيدا سعان كوية هاي محمد بن يعقوب ابن يوسف النيسابوري وعلى أبو عبد الله بن أكرم الحافظ الثالث قسمك الصبيحية ما اتفق واسكو وافقي في الكنية والنسبة واسكو كنيو واسكو نسبة ما قعوكو كالدوين كأبي عمران الجوني أو كالوي اثنان ولبو لبو مدول بليرا أبو عمران الجوني أو كون يضا يا وحي اسكو وافقيان يا النسبة لبا وي ميدكا كوباد وعبد الملك التابعي عبد الملك ابن حبيب الجوني التابعي كان لبادنا وموسى ابن سهل البصري وابو بكر ابن عياش ابو بكر وكون يدي عياش هو ابوه صدح سداس اسلام oo kunyada iyo magaca aabaha isla wadaaga markaan fiiri Abu Bakar ibn Ayyash kuwan wax isla wadaageen oo ay uga duwan kii hore wax ween nisbadooda iyo kunyadooda isku mid ka ahaayeen kuwan waxay wadaagayaan kunyadooda iyo magaca aabaha kunyada iyo magaca aabaha wa Abu Bakar ibn Ayyash 3 al-qari mid ka waray waa qarigi horena waa u soo marnay kunyooyinka waa qarigi ميت كلامات وثاني ميت كلام يانا الحمسي ومجال الحمس ميت كلون اسمه الراوي عنه أو حكوريو جعفر ابن عبد الواحد جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي وحكوريو ابن صلاح وحيروان مجهول يري جعفر كوحكوري أنا ثقة ما كان صديحات وحويان والسلمي وأبو بكر بن عياش السلمي أو قريب الحديث نكا إسكالوية مبي عيسان حسين اللي إراه دا لباب بقولي أفرتين وننتا شرح نوغو سوغان
مركا ميتكا صدحات وحوين أبو بكر بن عياش السلمي الباج الدائي الرابع عكسه هذا صدح ذان محيا هايين كون يرى يا مقع أباهي وذاقين عكس محاء وحي سوى فقسيهين مقع يا كون يرى أباه أي ابتور وحيات كون يرى يا مقع أبوه تنوامحي مقعوه يا كون يرى أبوه تيور عكس يتكريك صدح ذان عكس يقول أبو بكر بن عياش صدح ذان سوى فقسيهين أبو بكر كاس وكون يرى عياش نأبوه أبا مقعيس كون عكس ويو وحي أيها المدعو ذا إسوافقا إيقون يدى أبهد وذلك تصاليه مركا واحد ترى هذا كصالح ابن أبي صالح أو كلوي مركا مدول بصالح اللي يرى هذا أبهد كون يدى أبي صالح اللي يرى مقعي أبه ما هو كون يدى أبه أربعة هم أربعة وأفر كانوا قوها الرأي مركا أحدهما أحدهم أفرتنا ولبه التابعين تاسوك لمركا يوسي أدك تايوه أفر وأفرتنا أفر تابعين هما يبو أربعة وأفر أحدهما متكوه الرئي أحدهم متكوه مولا طوأمتي مطانتي موليه ديوي مطانتان وطوأم بنتو قبر كلا مطان أمعرور كلا مطان لاها طوأم بنتو أمية بن خلف عوين أضياشي قريشات شر وضياشا هايو كميضاها أميت من خلف مركا قبر أودالي ويتوأمض توأم بنت أمية بن خلف لدى الجنحي مركا مت أي حرينيوي متك الكوبات وحالي صالح النبي صالح والذي والثاني متك اللبيانا الذي ومتك أبوه أبيس أبو صالح السمان أويه أبو صالح السمان ومقعي سويهي ذكوان السمان المدني وهو ويلو دالاي الا يرى صالح كصالح ابن ابي صالح وي والثالث مت كصدحين السدوسي وي الراوي اي واخ كوري عن علي بن ابي طالب يا وعائشه والرابع مت كافريان مولى عمرو بن حريث وي عمرو بن حريث وي الصحابي صحابي قال صنع واخ كوريا افرتودو وتابعيال مركب مولاهان مولى عمر بن حريث اللي رضا مقع أبيس الصقا وحا اللي رضا صالح ابن أبي صالح مركب وحا آت مهمة أبوت مقع يدو ده إن لفهمه يددك أي وحكا وريان يددك أيها وحكا وريان انتاصة مهمة مركب مولى عمر بن حريث وصالح ابن أبي صالح أبيسنا مهران أيها اللي رضا الخامس قسم الشنية من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأنصابهم وضد أي إسوافق لهم مقع يدود مقع يد أبوهود نسبوين كود صدح ذاس إسوافق صم وذلك تصاري كمحمد بن عبد الله الأنصاري محمد بن عبد الله الأنصاري وإسوافق صين وإثنان متقاربان في الطبقة وليم لبقوا دبقة هان إسكود دوي ويري القاضي المشهور ال وحاتر احدهما لبداس او اسكو وافقسان مغعيدا يا مغعيدا اباه يا نسبدا او ميد ولبلير محمد ابن عبد الله الانصاري احدهما لبداس ميد كميدا القاضي المشهور البصري وقاضي عنك هاي رير بصرة الذي روى عنه البخاري او بخاري وحكوري محمد ابن عبد الله الانصاري البصري الليرا بقاري وحكوري شدكي سنة وحلرة المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك ركوح النقرة محمد ابن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك صحابي قلا والثاني متكلم يا أبو سلامة ويوان الضعيف متكلمات وأسقنا لرا محمد ابن عبد الله الأنصاري أبو سلامة أيا اللي رهدا أوجس نزيادة اللي رهدا وبصري وبصر الله نسبيا وأنا ضعيف السادس قسم اللحية قسم اللحية أن يتفقا وإن يسكوا فقام في الاسم أو الكنية لا بد أن يتسكوا فقيا اللي هو ده يسكوا فقيا معيا
magaca kaliye ama kunyada kaliye taaso kale waxay dib keenayde halkii shay isku waafaqsanaayeen marka lagu magacaabo wax kale la sheegay kunyadi kaliye hadal la sheegay kunyadana way isku waafaqsanaay ama magaca kaliye la sheegay magacayna isku waafaqsanaay weliba waxa si qatar haday bacdu culama wadaagaan oo ay wax ka wada wariyaan ama bacdu dulaab ay wadaagaan ardadooda qaar ka mid ah isku mid ah hal magac ay ana la sheego looma abtirin taasa ugu dara wadaalika tusalik xamaad oo kali weyn lama ogaa karo xamaad kaliya hadii la sheego xamaad ibn zayd mise waa xamaad ibn salama labadooda laakiin shaariixa aad wuxuu ugu dheeraaday bal waxyaalaha lagu kala garan karo ardada ay sida gaarka u kala leeyihiin kuwa kale ay kala badsadeen waana midaas umidda wax lagu kala saari karaa وعبدullahi oo kale tuwi عبدullahi عبدullahi magacaas ay wadaagaan inta kale waa ku kala duwayeen laakiin magaci kaliya la sheeg magaci kaliya waana isku dabaq isku culuma ay wadaagaan taasoo kale ugu dhib badan iyo washibi wixii la mid قال سلامة بن سليمان وحيد المروسي أرضاد عبد الله المبارك من أصحاب عبد الله المبارك سلامة بن سليمان وحيد إذا قيل مركا ليرا بمكة رواة أو غير مكة لكن دي رواة دي أدان نمبر كلا أقمون حي نوتر تاسو تاسو وحول كلا سوما وحالو يريد رواة غير مكة هدي كوير هدان عبد الله وعبد الله بن زبير لكن تاسو يأي وحول تاري ninkii awal ruwaada kale yiqiin oo raawigan dhahaya cabdullaahi ma reer maka wase waa reer madiine mise waa reer masar qofkii kale yiqiin wax u gashaa soo ma marka wixii waa isku xiray wuu yidhi haddii raawi yiraahdo can cabdillaah raawigeesu reer maka hadduu yahay waa cabdullaahi ibnu zubayr waa cabdullaahi ibnu zubayr waayahay wuxuu yidhi idaa qiila marka lagu yiraa bimaka cabdillaah fa huwa ibnu zubayr weeye وبالمدينة وإذا قيل بالمدينة مركا لويرا هذا عبد الله فابن عمر وعبد الله بن عمر وبالكوفة وإذا قيل بالكوفة مركا لويرا عبد الله رواد غير كوفة يرادان عن عبد الله ابن مسعود وي مركا تاسنا هذا كيدا كتبها قالوا قبل سيد ابن أبي جمرة شرحي سيو قالوا صحابة هذي عبد الله الله إطلاق وعبد الله بن مسعود ما هم مطلق اسمه وهذا بدل شو كتابه intaano dhamaan la idlaaqo marka istilaaxaadkooda gaarka inaad kala fahanto ruwaada magaalooyinkoodana kala fahantaad u baahanta marka reer kuufa marka yiraahdaan ibnu wax weyn cabdullaahi markaas waa cabdullaahi ibn mascuud wabilbasra waidaa qiila cabdullaahi marka la yiraa bilbasra ibnu cabaas wey wabikhuraasaan haddii la yiraana cabdullaahi ibnu mubaarak wey isagu waa min atbaaci taabiciin laakiin kuwan hore dhan waa saxaaba ayadan laftirkeeda qaarkood khilaaf ku jireen haddaaba naloo sheegee wa qaala alkhaliilu wuxuu yidhi idaa qaalahu almasriyu qof reer masar hadduu yiraahdo cabdullah fabnu camar wa cabdillahi bni camar bni caas aabbihiisa baade amiirka ahaa jiray ba waali ka ahaa aw ilmakiyu yidhi wuxuu yidhi khaliili kitaabkiisa irshaadka haddii qof reer maka uu yidhahdo cabdullaahi fabnu cabaas awalna maxaanu soo aragnay reer maka qof hadduu cabdullahi yidhah waa ibnu zubayr taas marka khilaaf ay ku jiray soomaali maxaa yeelay labadaba ardadooda reer maka ku badnaayeen asxaabtooda oo xadiista ka warida aan reer maka ku bad aan maka ku badnaayeen labadaba marka taas waxay kaa sii rabtaa haddana inaad labadii cabdullaahi sii kala baarto iyadoo ruwaad reer maka ay yiraahdeen can cabdillaahi aad haddana u baahanta inaad sii baarto ma ibni cabaas mise waa ibni zubayr taasaad u baahanta وقال بعض الحفاظ وحيرا إن شعبة يروي وحكوري عن سبعة تضبو تضبادا سو يروون وحكوريان عن ابن عباس كلهم دمانتود أبو حمس وي بالحاء وزاي إلا أبا جمر ماهنه بالجيم والرائئة نصر ابن عمران الضبعي وحوين أبو جمر مقعيسى وحل رضا نصر ابن عمران الضبعي فإنه شعبة إذا أطلقه مركو إطلاقه فهو بالجيم حدو سنو أبترين وسن أبيه تشيغين كلمة دا وحاول أبو جمرة انت أساقرين جيم أدو آخرين أبو حمسة وآخرين ميدين سيدا أساقرين فائدة دا السابع قسمي قد تطبعي في النسبة أيو أهابي نسبة نسبة عن مركة
waxaa muhiim ah lafdigi waa isku mid qoraalkiina waa isku mid qawaaqina waa isku mid laakiin maxay ku kala duwan yihiin mansuubu ilayhi kallahu nisbayna mansuubu ilayhi kallahu nisbayna ku kala duwan hayle laba magaalo isku magac noqon karto marka qofkii magaaladii loo nisbeeyay magac waa isku mid waana laba magaalo kala waa inaad fahantaa midka uu yahay أصابع في النسبة كالآملي آمل كاللونس بيه أوكالي قال السمعاني وحيري أكثر علماء طبرستان علماء غير طبرستان أكثر كودة من آملها لما آملها جرتو مد وحوين طبرستان مغالا كتالوي مد روى آمل كلاو وبيغ اللي را شايحون كتالا مركا أكثر كعلماء طبرستان أمل كالله نسبة يا وامد الدبرستان كتال وحيري قال سمعاني أكثر علماء الدبرستان علماء غير الدبرستان بدن كودة من أملها أي كهذا هدي الله نسبة يا علماء داس أمل كسوا أمل كي الدبرستان وشهير وحل وعن بحيي بالنسبة الله نسبة إلى أمل الشيحون وبيجا الشيحون مجالا داس كتال أمل waxaa ku caan baxay in loo nisbeeyo Abdullah ibn Hamad Shaykh al-Bukhari oo Bukhari shiiqiisa ah Abdullah ibn Hamad al-Amuri asaga waxa weyn aamulu jayxun way wa khudi'a waxa lagu gaf xugmiyay Abu Ali al-Ghassani Abu Ali al-Ghassani thumma al-Qadi Iyad fi qawlihima qawlkooda ay raahdeen innahu Abdullah ibn Hamad kaanu منصور وامد لو نسبه الى امر طبرستان وحويان وحي لبداس عالم اي اوغو غفين امر كلو نسبه اني تاي وحي او قاتين امر طبرستان من هن و امر جيحون ومن ذلك نعص وحكم الحنفي حنيفه يا فعيله يا ذا والحد فمرك لو نسبه اني وحي فعيلة هي فعيلة لا بد من يده ولا جحد فيها ضيسا مضاعف أهين أما يسمع طلا هين سيد الجليلة هي طويلة أو كلها دوسا هين وحوي حنيفة فعيلة وهي حنفي قال لي وحنا شرت قبيلة اللي رهيب بني حنيفة وحنا كلو شر مذهب كي أبو حنيفة مركا حنيفة هاس مركا وحلو نسبينا يا حنفي الله بدر إلا يروي قياس حنفي مركب ما قبيلة ديا مسوي مذهبكي قفك واحد لون نسبي ساسة إشكالكم ما يشكون أنا وهالقى محدثين تمرك واحد قال إسكاس ما يستينو أو واحد سمعين مركب مذهبك وحول نسبينا يأدي السوقيان يعني. حنيفي إلي لقد أنا ساس وخلط كوي لحنوي بعد طبعا إيه كلا سارة كي قبيل كلون نسبينا يكي مذهب كلون نسبينا مركب يأدي كدر يعني حنيفي إلي إن كساسه لحن ما عليه سيود لكن ولحن حق اللقضة وغير ومن ذلك واحد كم إذا الحنفي منصوب وعميل لون اسمه إلى بني حنيفة إيه وإلى المذهبي وكثير إن بضان من المحدثين كم إذا ينصبون وأن اسمه يعني إلى المذهبي حنيفي يأذي السقع بزيادة يائب ووافقهم واحد المحدثين تقوى فقي من النحويين ابن الأنباري وحده ابن الأنباري وقيري ويادا سوال اسكسوك كرا أركا سيود دي وحليها ها سيدا صابا صواب كواس أساقا سيدا سويري وكتابك نحو ذا جمع الجوامع أم بكو دور تيوري متك جمع الجوامع وقيلة جيدا عربية ذا ونا شرح وين كلي حديث ودري شدي نحودي وعري بعثت بالحنيفية السمحة حديث كاسة الدليل يادي واقصو غنط يادي واقصو غنط لكن أعويان اللقضة مركا اللي يرادو أن ملو درشد اللقضة وحاوين قرآن كان والغو إثباطية وحا كلو الغو إثباطية اللقضة عربات عربت يعجمو انتي سيسلح قلينو أصيل كايهات صوت حديث توحى كوبانان ان لغو وريو بالمعنى صا كوبانان
هذا هو نوشيغا قاعدة مهم دمان كلمات دي ليري إن لكالا سارا للربا أو سوافق سنا حق قرالهان حق لفظيهان محال لغو كالا سارا سيدا أبو فعان ولغو قرطو قاعدة نصينا وغيري ثم ما وجد وحي لهلو من هذا الباب باب كان حالو كمدي أقسام تان المتفق والمفترق غير مبين أصغر العدين فيعرف وحلو قرانا بالراوي راوي هو كورية الراوي عن رواد ديسا ميت والموينات هو ديسا قارو فيردو أو المروي عنه أما الشيق هو كورية أو ببياني في طريق آخر أما الطريق كلو حديث كو قصو أروري أيضو العدي أدركت صدح داس أيات كبار إذا هتكو كلا قراني والله سبحانه وتعالى علم صلى الله على نبينا محمد.